معانا اقوى معركة بين كلب بابسي وبين الكلب الاراباي. اخطر كلب على مستوى العالم بابسي. كلب شرس شراسة مقاتلة. كلاب حيوانات وبني ادمين. النهاردة هنجربه كده اهو. هندخلوا الاتنين لبعض. كده عاملين يا جماعه زي ما عودناكم كل يوم في فيديو مفيش تقاطع ولا كاتل حركات. عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من زي ما قلنا قبل كده. شعرنا هنا ان شاء الله فيديو ممتع للغايه وربنا يستر في الفيديو دوت. لان الفيديو دوت مروانه وانت ايه جايب هنا ولا انا مش فاهم؟ جايبك. الفيديو النهارده ان شاء الله هنطلعه مابيا من القفص وهنشوفه ايه الدنيا وهيشتغل على اللي قدامنا ولا ايه الدنيا. وربنا الستار ان شاء الله وربنا يسترها علينا وعليكم ان شاء الله. وهنخش دلوقتي ولكن طبعا لازم ما يبقاش في حد واقف لان الكلب ممكن يشتغل في ثانيه الا ثانيه على اي حد غريب. فطبعا هيخلي مروان هو اللي ماسك التليفون. ربنا يستر برده من التصوير. يا ترى بتصور ولا ما تصورش؟ بصور. عمر وطياره طبعا السفاحين بتوع الشراسه المدربين الجهنميين. هذه الطيارة ان شاء الله ربنا يسهل الحال وهنشوف ايه الدنيا. وادي الثاني ان شاء الله معانا وربنا الستار. No. هاتوا هنا مايكل، هاتوا هنا. Okay.
تعالى يلا 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 مطر احسن يلا يلا مطر يلا يلا طياره ولا ملي برضه شوية يلا عمر خد بس رديك الاول هي ايه ده يا هي احسن يا مافيا جدع 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 يا مافيا يلا يضربني انا ما يضربه ضربته غشيمه بالكمام ولا
يلا ارسل كلام ابيض. ما عملناش حاجه يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. خد الدراع. طيب ولا مافي ولا مش مشغل. لا خدها ادم جاي وراك اهو. يلا ماما.